منصب او قياده. سيد الرئيس قال ان هي بتبقى اكتر التزاما واكتر انضباطا واكتر نجاحا. ليه؟ عشان هي بتتعامل بمعطيات ربنا اديها لنا كتيره قوي، احدهما توازن العقل مع العاطفه. فبيقدر يعني ممكن تكون بتشتغل بس انك تحط الباشن بتاع شغلك، بتحبه قوي، انك عايز تعمل فرق جامد قوي. ده المرأة فيها الحتة دي أكتر شوية، وخصوصا في المجال بتاعنا الإحساس بالشباب أو الأطفال في المراحل التعليم. تعملي معهم كأم أكيد في بعض الأوقات في مبدأ صغير قوي. في إيه؟ في مبدأ صغير اللي ما تقبلوش لولادك ما تقبلوش لولاد الناس. بالزبط. عادي قوي، سهل قوي، ويخليك اختيارك سريع قوي، وده بيخلي التعامل بقى في احساس هم فعلا ولادنا. أيوة. هم مش انشا يعني، هم فعلا أو بنحبهم بجد وبنتعامل معاهم ونختارهم وهم صغيرين قوي ونشوفهم وهم بيكبروا، احساس رائع. صحيح. ولما نبقى في اي حته حتى بره مصر وجوه مصر وتلاقي حد جاي يقولك انا من مدرسه خريج كذا من الجامعه، تبقي سعيده قوي. لا هو مش سعاده، هو بيدي حياتك قيمه. يعني حياتك عشتيها لقيمه مهمه. ايوه. فمش بس سعاده. ايوه. فورفيلمنت، احساس بالاكتفاء، انك يعني الحمد لله ان ربنا صحيح يعني حطينا في هذا المجال. ايوه. كمان القدره على انها تلقط تربط الحاجات ببعض. المراه عندها الاحساس ده، عندها القدرات دي. انا مش بعيب في الرجل على فكره، لا خالص، انا بتكلم على انا مش ضد الرجل خالص يعني، انا بتكلم على فكره.